السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا رشا. ايوه واضح الصوت. أيوة والله. كم عدد هذا؟ خلاص أبدأ. أيوة ابدي خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم في الجزء الثاني من جوجل كولاب أند بيرت ألغوريثم، واللي فيه حنناقش عن خوارزمية بيرت. راح نقدم هذه الورشة أنا رشا سكلوع وزميلتي ملاف السبيعي. الأجندة اللي راح نمشي عليها، أول حاجة راح نناقش تعريف بيرت، تالي الأركيتكتشر حقه، بعدين آلية العمل، تالي مصطلحات متعلقة في بيرت بالتفصيل، ونسرد بعض تطبيقاته، وراح نطبق لاب كذا بسيط عشان نرسخ المعلومة أكثر. أول شيء بيرت اختصار لـ Bidirectional Encoder Representation from Transformers. بيرت هي خوارزمية طورتها جوجل في 2019، خلتها مصدر مفتوح عشان يستخدمون الناس في تطوير نماذج المشين ليرنينج حتى يحلوا المشكلات اللي لها علاقة باللغات. تستخدم تقنيتين اللي هي إيش؟ النيورال نتورك والـ NLP، وهي مبنية على الترانسفورمرز. طبعا راح نعرف بالتفصيل كل واحدة في الاركيتكتشر حقها في السلايدات الجاية. اللي ما يعرف إيش هي النيورال نتورك، هي عبارة عن خوارزمية مكونة من نودز كثيرة بينها روابط قوية تنقل فيها المعلومات من الانبوتس المدخلات للمخرجات، وتستخدم في التاسكات اللي تطلب ديب ليرنينج غالبا. أما بالنسبة للـ NLP فهي فرع من فروع الذكاء، لها عدة تكنيكس تسمح الكمبيوتر إنه يفهم اللغات نفس البشر، يعني من السياق كذا. طبعاً جوجل حالياً طورت هذه الخوارزمية، تستخدمها في حقتها المحركات البحث وإظهار النتائج بجانب خوارزميات أخرى مثلاً زي الرانك برين والإلمو وعدة خوارزميات. وهم بدأوا طبعاً باللغة الإنجليزية، سووا لها تريننج على اللغة الإنجليزية ووسعوا إلى ما يقارب 70 لغة. زيها زي أي خوارزمية في الذكاء الاصطناعي، فبيرت لها pre-trained models اللي هي نماذج مدربة already. طبعاً هم دربوها باستخدام نصوص من ويكيبيديا وبرضو من عدة كتب وسكريبت حق موفيز. وبرضو زيادة على كذا إنه المودلز حقت البيرت pre-trained models مدينة نعدل عليها، اللي هي عملية الفاين تونينج عشان تحل مشكلة معينة. نشوف الاركيتكتشر حق بيرت. طبعا هو في 2 فيرجن، الفيرجن الاول اللي هو البيس فيرجن، وعندي اللارج. الكي ديفرنس بتوين ذم، الشيء المختلف بينهم اللي هو الـ number of encoder layer، اللي هو هنا زي ما نشوف. دقيقة بس أوضح. إيه هنا في الـ encoder layers اللي هي layers في الـ transformer. الـ base BERT في الـ 12 والـ BERT large في الـ 24 encoder layer، وهذه الصورة توضح. فيها برضو البيس فيها 12 attention head، وراح نعرف إيش هو attention head راح أقول لكم إياه في السلايدات الجاية، والبيرت لارج في 16. طيب آلية عمل بيرت. طبعا في البداية بيرت إيش راح تستقبل؟ هي زي ما قلنا إن هي تستخدم في الـ NLP، في التاسكات الطلب NLP اللي هي معالجة اللغات الطبيعية. فهي أول شيء راح تستقبل نص as a text, input text. راح يصير لها tokenization، يعني إيش؟ تتقسم النص إلى كلمة كلمة.
تالي هذه الكلمة كلمة هتدخل في اللاير حق الإمبيدينج. طبعاً أنا بشرح لكم بالتفصيل كل واحد إيش الديتيلز حقه في السلايدات الجاية، بس الحين بشكل عام راح أقول لكم كيف الآلية. فإيه، بقولنا النص يتقسم إلى توكنز اللي هي الكلمات، تالي بيدخل إلى لاير اسمه إمبيدينج لاير، وهذا اللاير مسؤول إنه إيش، إنه يحول هذه الكلمات إلى فيكتور ريبريزنتيشن as a number، لأن يعني as a number ليش؟ لأن الحاسب ما يفهم زينا إحنا البشر، ما يفهم عن النصوص، يفهم بصيغة الأرقام. فبعد ما يدخلها as a vector يدخلها وين؟ في الترانسفورمر. الترانسفورمر حيسوي عملية، بالأصح عمليتين هي داخل الترانسفورمر راح تصير، وهذه العملية حتعطيني output vector. برضو الoutput اللي راح يطلع لي حيطلع لي as a vector، بصيغة الvector. هذه الoutput الvector حتدخل في layer، طبعا اللاير هذا على حسب التاسك اللي احنا بنسويه، يعني مثلا بنسوي sentiment ولا classify ولا اي prediction. طيب اللاير هذا يعني احنا نحطه، بعدين هذا اللاير راح يوديه للإمبيدينج لاير ثاني مرة. هذا الإمبيدينج حاليا حيترجم اللي هي الفيكتورز إلى كلمة ويرجعها لأصلها، سواء كان يبغى يسوي ترانزليشن، مثلا الكلمة دخلها بلغة ثانية بيسوي لها ترجم اللغة أخرى، أو إنه بيسوي بريدكت لكلمة في الـ in the blank زي كذا. طيب هذه آلية العمل اسمع قلت اللي هي أول حاجة يستقبل النصوص، تالي يدخلها في الإمبيدينج لاير واللي هي تعطيني الفيكتور ريبريزنتيشن. فيكتور ريبريزنتيشن بيروح للترانسفورمر، والترانسفورمر حيسوي العمليتين اللي هي السلف اتنشن، والسلف اتنشن أصلاً تستخدم الباي دايركشنال تكنيك، طبعاً كلها راح أشرحها بالتفصيل في السلايدات الجاية. تالي راح أضيف اللي هي layer classification. طبعاً هنا layer عادي يكون أي layer، مو شرط يكون classification، ممكن يكون prediction أي حاجة ثانية. تالي حيضرب اللي هي ناتج حق classification layer بالembedding عشان يتنبأ بي اللي هي الكلمة الأصلية للvectors اللي نرسلها. طيب أول terminology بوضحها واللي هو أول شيء يصادفنا، إحنا قلنا أول حاجة يستقبل نص، تالي يصير يدخل في يصير له tokenize، ترى يدخل وين؟ في اللي هي word embedding. word embedding زي ما قلنا مسؤول عن vector representation، والword embedding أو embedding layer مكون من ثلاثة embeddings داخله. embedding الأول اللي هو token embeddings راح يحط لي tags توريني جزئ لي الكلمات، طبعا هو له آلية تجزيء، بس تجزئ لي اياه وحتحط لي additional tags. additional tags هذه دقيقة، ايه additional tags هذه عندي ال CLS واللي هي تيجي كل بداية جملة، وال SEP تيجي في نهاية الجملة عشان توضح لي نهاية الجملة. طبعا ايش فايدة هذا، يعني ايش فايدة هذه التاكس؟ حتفيد المودلز، المشين ليرنينج مودلز، انها بعدين تفهم انه هذه بداية، اذا شفت هذا التاك تدري انه هذا بداية السنتنس وهذا نهاية السنتنس. طيب السيجمنت امبيدينج حيحط لي التاكس للكلمات، ان هذه الكلمات تنتمي للسنتنس الأولى، الجملة الأولى. هذه تاج مثلاً هنا نشوف عندي my dog is cute، كلها حاطها إيش؟ حاط التاج كلها يعني كلهم ينتمون للجملة الأولى. الجملة الثانية حطها تاجز مختلفة. طيب بعدين عندي position embeddings. position embeddings هذه توضح لي مكان الكلمة من السنتنس، تعطي لكل كلمة position معين عشان توضح هي مكانها من الجملة كيف. طيب
هنا إيه. ثاني حاجة إحنا قلنا بعد ما تصير هي النص يدخل للإمبيدينج لايرز تالي يصير لفيكتور ريبريزنتيشن. الفيكتور ريبريزنتيشن يروح للترانسفورمر إنكودر. طبعاً ترانسفورمر هو نوع من أنواع النيورال نتورك يستقبل نص ويطلع لي بناء على هذا النص يسوي عمليات ويطلع لي as a output. طبعاً output سواء كان translation أو predict, يعني إذا كان predict يعني زي مثلاً زي مثلاً إنه هل تكملة هذه الجملة هذه الكلمة أو لا. طيب فالترانسفورمر بشكل عام هو مكون من الإنكودر والديكودر, هنا الإنكودر والديكودر. لكن في حالة بيرد واضح من اسمه بيرد قلنا باي دايركشنال إنكودر, هو يستخدم بس الإنكودر. في حالة بيرد بس يستخدم الإنكودر. هذا الإنكودر, الإنكودر نفسه مكون من طبقتين. طبقة تسوي فيها اللي هي self attention زي ما قلت لكم سالفة self attention layer هنا تحصل, وبعدين هذه الطبقة حقها output يروح للfeed forward neural network. طيب طبقة self attention, طبقة self attention هي طبعا هذا اختصارها self attention تسوي هذه العملية هذه المعادلة واللي هي تربط تاخذ الفيكتور انبوتس وتربطها بالاوتبوتس من خلال كالكوليشنز معينه. طبعا كالكوليشن كيف ان هي يعني بشرح لكم اياها باختصار, ان هي تاخذ الانبوتس هذا الفيكتور انبوتس وتقوم تضربها في 3 ماتريكسز حقت الكويري عشان تطلع لي از فيكتور, لان هي بتتعامل في النهايه الكالكوليشن تصير كلها على فيكتورز, الكويري فيكتور والكي فيكتور والفاليو فيكتور, وتبدأ تسوي عمليات على هذه لين ما تجمعها. وهذا تسويها, نلاحظ هنا إن تسويها على كل فيكتور إنبوت, وفي كل فيكتور إنبوت يعني تأخذ باعتبار الإنبوت الثانية. يعني حتى هي حاليا تشتغل على الفيكتور الأولى, إنبوت فيكتور الأولى, تهتم بالفيكتورز اللي حولها. يعني حتى هنا لو كان في إنبوت فيكتور راح تهتم لها, يعني تاخذ حتى حقتها الفاليوز والكي. هذا الشيء يوديني لمصطلح, دقيقة هنا, مصطلح الباي دايركشنال. هذا الشيء اللي يميز بيرت انه باي دايركشنال, انه ايش, انه مو بس يقرا من اتجاه واحد, لا يعني مو بس من اليمين اليسار, لا ولا من اليسار اليمين, لا يقرا من الجهتين في نفس الوقت. فهنا في هذا المثال, يعني مثلا زي هذه الجملة the animal didn't cross the street because it was too tired. it لما هي مثلا تبي تعرف انه it belongs to what, راح تشوف كل الكلمات اللي حول it, وبعدين يعني بناء عليها تحسب الفيكتورز وكذا وتطلع لنا اقرب واحدة فيهم. بس برجع هنا إيه, واحنا قلنا هنا عندي لاير حق السلف اتنشن وتروح حقها الاوتبوتس الى الفيد فورورد نيورال نتورك. ايش هو الفيد فورورد نيورال نتورك؟ هو برضو خوارزمية مكونة من نوتس. النوتس هذه كل واحدة فيها فلاير, الداتا تنتقل من الانبوتس الى الاوتبوتس بشكل يعني خلاص بشكل واحد بدون ما يكون بين النوتس واللايرز يكون بينها فيدباك, بس على طول يعني تمشي في اتجاه واحد. طيب عندي من المصطلحات الانترستينج في البيرت اللي هي الترانسفير ليرنينج أو اللي هي الفاين تونينج للبيرت. طبعاً الفاين تونينج للبيرت اللي هو أني أنا أعدل في parameters hyper parameter للبيرت نفس الموديل عشان يناسب تاسك معين لي. هنا عندي هذا الجراف يوضح لي مثلا هنا عندي تاسك اني ابى اسوي classification اذا كان هذا السنتنس ينتمي الى هذا السنتنس ولا لا.
فيصير أعطيه له two sentences وأغير طبعاً هنا يصير في تغيير في المعاملات أو الهايبرميترز حقت البيرت. هنا برضو من التاسكات اللي ممكن برضو نغير فيها اللي هي حقت ال وين إيه هنا الكوشن أنسرينج، هذه زي الشات بوت يصير أدخل له كوشن وباراجراف، هو بعدين بيقرأ الكوشن وبيشوف الباراجراف ويسوي عمليات أو يطلع الجواب من الباراجراف. وغيرها هنا مثلا عندي هنا مثال اللي هي ال NER اللي هي ال Name Entity Recognition، هذه يستخدمونها في ال I think اسمها ال Automatic Screening حاجة زي كذا، إنه أنا أدخل paragraph طيب أو sentence هو يسوي لي label إنه مثلا إنه هذا الكلمة معناتها person أو هذه الكلمة معناتها place أو job. طيب كذا عرفنا الarchitecture والآلية العمل حق البيرت. في حاجتين تو تريننج هم لما سووا تريننج للبيرت سووا تو تريننج، أول واحدة الـ MLM اللي هي Mask Language Model. طبعاً الهدف من هذا التريننج عشان يغطون له كذا كلمة يغطون له كلمة وهو يصير يعرف تبريدكت اللي هي الكلمة. يعني مثلاً خلينا نقول مثال في جوجل، لما أنا أدخل حاجة أبحث عن حاجة بعدين هو يطلع لي زي كذا دروب داون ليست اقتراحات عن هذه الكلمة، هذا هم عشان كذا هم دربوه على هذا الشيء إنه يعطون له زي جملة فيها كلمة مخبية هو بيطلع اقتراحات على هذه الكلمة إيش الممكن تكون كلمات اللي بدل هذه الـ hidden word. بالنسبة للتريننج الثاني هو NSP اللي هو Next Sentence Prediction، واللي هو يجيب لي إذا هل هذه الجملتين متناسقين، هل هذه الجملة الجملتين لها علاقة ببعض ولا لا. طبعاً هذا عطاله زي غالباً يعطونه زي سكريبت في الأفلام لما يكون في شخصية يتكلم جملة بعدين الجملة الشخصية الثانية تجاوب عليه هل الجواب هذا متناسق معه، فدربه برضو للبيرت على هذا الهدف. الحين معاكم ميلاف، هي راح تتكلم عن تطبيقات البيرت وراح تطبق معاكم لاب بسيط. السلام عليكم جميعا، معكم ميلاف سبيعي. إن شاء الله راح أكمل على رشا بنفس الموضوع اللي هو عن بيرت ألغوريثم. بداية راح أتكلم عن البيرت ألغوريثم أبليكيشنز. بتكلم عن 3 أبليكيشنز اللي انتشرت بالفترة الأخيرة أو بكثرة. أول حاجة اللي هي الكويستشن أنسرينج. كويستشن أنسرينج اللي هو زي الشات بوت، أكيد مرت عليكم كثير منكم، ونفس اللي تكون في الـ customer service في الـ applications مثلاً، فيصير زي الـ automatic customer service chatbots. ثاني وأكثر ثاني واحدة منتشرة بكثرة زي أنتم أنتوا شايفين رشة point على الصورة حقت الـ question answering. ثاني شيء منتشر بكثرة اللي هو sentence production زي ما أنتم شايفين. for example لما تروحون على search engine في جوجل تكتبون for example كلمة و it predicts the second word، فيصير خلاص الـ يسرع عملية البحث بهذه الطريقة. فهذا أيضا من الابليكيشنز تبع بيرت ألغوريثم. برضو sentiment analysis منتشرة بكثرة وهي أكثر واحدة منتشرة اللي هي for example لما يجي الكاستمر يكتب review على product معينة أو service معينة، فيبدأ يصير الريت based on this review. يعني لما يكتب مثلا مفردات زي great good يبدأ يعطي rate أو 5، إذا مثلا كتب bad service يعطي مثلا 1 star. هذه بالنسبة ل sentiment classification. الحين راح نطبق مع بعض
we're going to implement a lab practice مع بعض إن شاء الله على Google Colab. اللي حضر our first workshop مع ياسمينة والجوهرة اللي هو Google Colab and BERT algorithm part 1, أكيد إن أعرف شو نستخدم Google Colab. إن شاء الله we're going to compare between BERT وال word to vector اللي هو traditional word to vector. Okay, so our requirements, طبعاً راح we're going to use, as I mentioned, Google Colab environment, Python language, راح نستخدم Python language, NLP libraries, I'm going to use one library هنا في هذا الexample, وأكيد راح نستخدم BERT pre-trained model. بعطيكم a brief description عن ليش إحنا نبي نقارن بينهم. إحنا نبغى نقارن عشان we want to show you why do we need BERT algorithm. إحنا we want to show you why do we need BERT algorithm. BERT algorithm supports the contextual models, or it's basically under contextual models. يعني لما يكون عندك sentence, BERT depends on other, إذا أنت حددت كلمة معينة, BERT depends on other word, so it can amplify this word. So ish on the other hand, the word to vector, it's context free model. So it's independent. It does not support the other words in the sentence. يعني ما راح يفهم معنى الكلمة بالضبط. يعني for example, بجيب لكم مثال. لما نقول كلمة bank, كلكم يجي في بالكم البنك العادي. بس احنا عندنا مثلا bank deposit و river bank. BERT algorithm راح يستوعب ان bank deposit قصده bank. زي مثلا لما تجين تسحبين من الATM وكذا. River bank معنى ثاني. برضو BERT algorithm راح يستوعب أن بانك هنا معناها شيء ثاني مش اللي هو نفس البنك اللي في bank deposit. بس on the other hand word to vector لا بعامل بانك في المثالين نفس الشيء. عشان كذا احنا we need BERT algorithm و BERT algorithm supports all contextual example. الحين راح نطبق مع بعض على Google Colab. أنا يعني أنصحكم تفتحون معي وتطبقون معي عشان يسهل عليكم الموضوع. أوكي. اللي ما شاف أو ما حضر الوركشوب مع جوهرة وياسمينة في البارت 1 بعلمكم شلون تدخلون على جوجل كولاب. بس تروحون على جوجل فور اكزامبل تكتبون جوجل كولاب ويجيبكم هنا sign in with your Gmail وروح الفايل open a new notebook immediately راح يفتح معاك أو معاك ال notebook. إن شاء الله راح نطبق مع بعض step by step, واللي عنده أي سؤال يكتبه بالشات إن شاء الله نجاوب عليه أنا رشا بعد ما أخلص. أوكي أول حاجة راح أستخدمها اللي هي Flair اللي هي تعتبر الـ NLP library اللي راح أستخدمها. راح أستخدم pip install. أوكي أنا already downloaded it. أوكي then I'm gonna import all necessary modules هنا such as NumPy والembeddings اللي ذكرتهم رشا في slides. بعدين راح نبدأ نتكلم عن الـ word to vector model. الـ word to vector model زي ما ذكرت رشا عكس اللي ذكرت رشا basically word to vector اللي هو it generates the embeddings that are context independent. Context independent معناتها ما تفهم معنى الكلمة بحيث أنها ما ترجع للكلمات الأخرى اللي في الجملة عشان تحدد معنى الكلمة بالضبط, خلاص تأخذها as المعنى المعروف لها. So يعني باختصار ال one word vector representation for each word راح تكون بشرح لكم إياها أكثر. يعني مثلا إذا كان عندك نفس الكلمة بس بصياغات مختلفة أو معاني مختلفة راح يكون لها same numeric representation, ما راح تعتمد على الكلمات الثانية اللي موجودة عندنا في الجملة. So I'm gonna use the Glove embedding. I'm gonna download it هنا. إذا أحد يبيني أصير أبطأ من كذا يقول لي عشان تطبقون. طيب
So we're going to consider two sentences. The first sentence is going to be Apple released iPhone 12 Pro Max in 2020. Okay, راح تستوعبون ليش استخدمت هذه الجملة بعد شوي. Now I'm gonna this code is going to convert each word بالvector to a representation using the globe model اللي I downloaded it previously. After that, it's going to visualize each token in a form of a vector. فas you can see هنا احنا عندنا 8 tokens. So خنبدأ بأول token. أول token is Apple وهذا الform of vector حقت Apple. And so on. Release the second token. So forth لين token number 8. Okay. طبعا أنا بmy example هنا أبقى أقارن بword Apple. So I'm gonna print my first word اللي هي Apple اللي ب مكانها بالfirst token. Then I'm gonna print the embeddings of the word. هذا نفسها بس طبعت بس حقة الأبل. Then this represents the shape اللي هو 100 أيوة yes 100 dimensional vector. هذا بقول لكم إيش راح نستفيد منها بعد شوي. Okay, next, الجملة الثانية اللي هي an apple a day keeps the doctor away. Okay, قبل ما أكمل عندي سؤال. في السنتنس الأولى كان عندنا كلمة apple. في السنتنس الثانية هذه apple released iPhone 12 Max Pro in 2020. أبغى تقولون لي كلمة apple هنا اللي يعرف إيش تفرق عن كلمة apple اللي هنا اللي في السنتنس 2. الأبل اللي بسنتنس 1 stands for what وأبل اللي بسنتنس 2 stands for what. اللي يعرف الجواب يكتب أو ما أعرف كيف تشرح لأن هذا اللي مفروض بيت ألغوريثم يعرف. ففي أحد عنده فكرة إيش الفرق بين أبل بسنتنس الأولى وأبل بسنتنس الثانية؟ أنتوا شايفين سكرين معاي صح؟ جاوبت مريم. الأولى الشركة والثانية الفواكه صح مريم صح. الأولى الشركة والثانية الفواكه. فإحنا الحين بنشوف مين راح يجيبها بريت ألغوريثم ولا word to vector. إحنا قلنا بريت ألغوريثم we're going to see how to prove this hypothesis إن شاء الله. So راح نكمل نفس الطريقة اللي سويناها قبل. We're going to convert every word into an equivalent vector هنا. Then, طبعاً هنا نفس الشيء وعندنا 8 tokens. Then هنا we're going, this shows the token along with the vector representation. نفس الشيء يبدأ من token 1. طبعاً احنا عندنا Apple هنا بtoken 2. So لما نجي تحت ونطبعها we're going to change it to 1 for now. And the place حقتها بالsecond token. Then this shows us the corresponding embedding of word apple, the sentence. And this is the shape of the embedding, it's 100 dimensional vector. أتمنى إلى الحين واضح. بالبداية أنا قلت لكم إن الـ word to vector does not support الـ or does not generate the context dependent. So it generates the context independent. يعني ما يعتمد على باقي الكلمات اللي في الجملة. So how to prove this? تعتقدون how can we prove this hypothesis? يعني it has a drawback. الدروباك حقتها إنها both representation of apple اللي بسنتنس أولى والثانية راح تكون لها same vector representation. إيش تعتقدون ممكن؟ أيوة نقارن فيكتور صح. صح جوهرة يعني نحسب ال نحسب distance Euclidean distance. So تعتقدون كم راح يكون الجواب إذا أنا كلامنا إحنا كلامنا صح يعني word to vector does not support ال what bird supports actually. إيش راح يكون ال distance؟ tell me.
تجاوب، إيش توقعون راح يكون الـ distance هنا؟ إنه يعني it does not understand the context of the word where to vector. It does not understand إن this apple means apple as organization و apple اللي بالsentence ثانية as a fruit. فإيش تتوقعون بعد ما حسبت الـ distance؟ إيش راح تتوقعون راح يكون الجواب؟ The same distance يعني يعني إحنا ذكرنا إن they have the same vector وإحنا هنا قاعد نحسب ال vector distance of the vectors both vectors. فإيش راح يكون الجواب؟ It's actually okay. يلا آخر محاولة مختلف. أوكي طيب راح يكون zero. خلنا نشوف yes. شوفوا طلع ال distance between apple embeddings for glove راح تكون zero. فإحنا كلامنا صح إلى الآن. طيب on the other hand خلنا نشوف Bert هل راح تقدر تفرق إن ال sentence الأولى إنه هو يفهم، إحنا قلنا يفهم Bert إنه to understand the context of the word راح يفهم الأولى organization والثانية food. راح الحين نطبق مع بعض على Bert algorithm. بالبداية we're going to download the model or Bert model. Then we're going to convert every word in the sentence into equivalent BERT representation. This is طبعاً for the first sentence. ونفس الشيء each token لها BERT representation هنا. تشوفون tensor. Okay. نفس الشيء أنا خصصت إني أنا أبغى أو يهمني كلمة apple في ال sentence. فهمنا. Follow the same the process I followed before. This will show me the embeddings using BERT. وهذا راح يوريني الشيب. Okay, this one نفس الشيء بس for the second sentence اللي هو تبع الفروت apple as a fruit. بطبعها هنا apple as a fruit. It's in the second token. Okay. Yeah, it's in the second location. وهنا راح نطبع كبس. نفس الشيء الشيب. Okay. So احنا قلنا the advantage of using BERT it can understand the context. أو بمعنى آخر إن it can represent a single word into a multiple مثلا different vectors. يعني it represent apple organization. الفكتر حقها يختلف تماماً عن أبل الفروت. فهنا we're going to prove it نفس الشيء بالdistance. بس الحين الdistance إيش راح يطلع الجواب تعتقدون؟ إيش راح يطلع؟ الdistance between the vectors إيش راح يطلع؟ أكيد مو صفر نون زيرو صح صح بنات ممتاز راح يكون نون زيرو exactly it's gonna be non zero so as you can see the distance between both vectors is non zero so both representations of the same word apple are different كذا شفنا إنه BERT يفهم الكونتكست حقت الكلمة يعني BERT, as Rasha mentioned, it's a bidirectional, يروح في الجهتين, it checks both sides, ويفهم صياغ الجملة والمعنى بحيث يقدر يعطيك المعنى الصح لكل كلمة. فتختلف representation of the same word. Okay? طبعاً كذا خلصنا practice البسيط اللي يوضح لك why do we need BERT algorithm. This shows you why do we need BERT algorithm وكيف BERT algorithm ساعدنا خصوصا في الـ NLP. اللي عنده أي أسئلة تفضلوا. I'm gonna stop sharing. رشا تقدرين ترجعين. Share. طيب في كأن أسئلة كذا في الشات دقيقة. Oh.
Does it support languages other than English? إيه تقريبا وصلوا 70 languages. وفي ترى موديل بشارككم رابط في موديل استدعم العربية وفي الجيرماني. دقيقة بشارككم رابط. ملاف عندك الرابط عادي ترسلي. Yes, sure. Okay. هذا الرابط في لبعض موديل بيرتس اللي هم سووا لها أبلود في حقهم الموقع. هم أقصد library حق اللي هم مشتركين معه اللي هو Hugging Face. إيش كمان؟ في سؤال ثاني غير هذا؟ أدري أشوف. أوه لا ما في. ممكن ترجعي شريحة تطبيقات البيرت. أوكي دقيقة. كان شك في شات رشا. شفت هدية. مريم يا طبقتي أي من great applications share it with us later يعني. طبعاً كل الناس اللي يدرسون AI أو CS أو أي من الفيلد هذه بيرت مرة مفيدة لكم مرة، خاصة إذا راح تشتغلون على NLP projects. يعني إحنا أنا ورشا في الكواب اشتغلنا عليها، كانت مرة مفيدة يعني. بيرت ترى من الفيوتشر حق البيرت تأثيرها على الفيوتشر إنه ممكن برضو تساعد في الفويس سيرج بعدين في جوجل. برضو هي أصلا تحسن من النتائج حقت جوجل، لأنها هي لما تقرأ مثلا أي أحد يعني يكتب في البحث زي جملة I think إيش يسمونها ال SEO I think اللي هي speech engine أو search engine optimization، فتصير تقرأ الجملة اللي أنتم بحثتوا عنها وتسوي عمليات إنها تشوف أقرب موضوع أو بلوجز أو أي موقع قريب من هذا وتحطه في الفيرست انجين. فيس لها تأثير كبير. إذا عندكم أي ريسورس نرسلها. أوكي عندنا كثير حشر لأننا اشتغلنا عليها، فتفضلي معانا وقولي لنا إيش موضوعك وأكيد أن إحنا بنساعدك يعني. We have a very good experience على بريث algorithm. وأي أحد تاني بعد in future إذا هو حاب مثلاً نشتغل عليها أكيد 100% ناس كثير بيشتغلون عليها، وإحنا الحين قاعد نأخذ مادة NLP وراح تنذكر عندنا في المادة وفي اللاب، so بتمر عليكم أكيد in future. ف you are welcomed any questions أي شيء. أنا رشا وحتى جوهرة ياسمينة كلنا نقدر نساعدكم فيها إن شاء الله. إذا في أي سؤال أي سلايدات قبل في الأركيتكتشر أو حاجة قولوا لي عشان نرجع نوضحها. كنت سريعة في التطبيق ولا يعني مشيتوا معي step by step؟ اللي حس إني كنت سريعة أقدر أرجع وأرسل له الكود مثلا إذا بيرجع له بعدين later. الله يعافيك. عافية بنات، يعني ما شاء الله سوينا دورات، يعني حضرنا دورات كثيرة خلال هالأسبوع، بس ما شاء الله يعني أنتو صراحة ما عندي كلام أقوله لكم، يعني مرة دورتكم حلوة وطريقة إلقائكم حلوة، فيعطيكم ألف عافية. شكراً على هالدورة المفيدة كثير. شكراً فاطمة العافية. هذا تويتر النادي في الباركود ضيفوه، وشكراً مرة أنكم شاركتونا هذه الدورة وإن شاء الله استفدتوا وفدناكم إن شاء الله.